انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية واللي بيتم تدشينه في دورته 16 بمشاركة حوالي 30 فرقة مصرية ودولية. كمان المهرجان بيتيح فرصة مهمة جدا لإجراء حوار حضاري بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية، وكمان بيساعد على الترويج السياحي لمصر. أجواء من البهجة والفرحة بدأت بمجرد انطلاق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16. المهرجان اللي كل المصريين بيستنوه من السنة للسنة. بدأت السهرة الفنية الجميلة للمهرجان اللي بيأتي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبدعم من وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ببيت السناري، وسط تنظيم رائع وحضور جماهيري كبير. الحمد لله السنة دي عندنا 10 دول أجنبية بالإضافة إلى فرق السفارات داخل مصر والفرق المصرية المنتقاة اللي احنا مختارينها عشان تشارك في المهرجان. الحقيقة المهرجان طبعا بيتميز هذه الدورة بتزامن مع المولد النبوي الشريف، ففي ورشة مخصوص للاحتفالية المولد النبوي. نستضيف النهاردة أولى فعاليات مهرجان سماع في دورته 16 في بيت السناري، وهو مستمر لمدة 3 أيام، وبنشوف من خلاله طبعا نماذج مختلفة من الفولكلور والتراث المختلف من دول العالم، من أغلبية دول العالم، وده بيبقى فرصة كويسة عشان الجمهور نفسه المصري يعرف أو يتعرف على الثقافات الأخرى والفولكلور والتراث الآخر، والأجانب برضو يتعرفوا على التراث المصري بتاعنا من خلال العروض والحفلات اللي بتتقدم داخل المكان. أول يوم للمهرجان في بيت السناري كان مزيج بين ثقافات مختلفة، وده اللي بيميز مهرجان سماع، إنه مشارك فيه 30 فرقة دولية بيقدموا تراث وثقافات بتلتقي فيها الشعوب لنشر ثقافة التواصل الإنساني بين الدول عن طريق الفن. معانا الخرص يعني بين الاولاد والبنات، وهنقدم مجموعه من الالحان والمدايح يعني خاصه بالعذراء وبالكنيسه ومجموعه متنوعه. يعني ممكن تقول كده ان احنا بنمثل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، بنقدم مجموعه من الالحان القبطيه اللي بتعبر عن تراثنا وعقيدتنا. بكون مبسوطة جدا وأنا بشارك كل سنة في مهرجان سماع، وبكون مبسوطة إن عندنا مهرجان بالقوة دي وقادر إنه يوحد العالم كله وثقافات العالم كله في مكان واحد. إحنا بنحاول نوصل جزء صغير من عقيدتنا الأرثوذكسية المسيحية، إزاي نقدر بس نفهمهم حتى لو حاجة بسيطة مثلا، ونوريهم جزء مبسط يعني من الألحان القبطية. مهرجان سماع بنتعرف على ثقافات كتيرة بنبقى مستمتعين بيها، وهم بيتعرفوا بينا وبقوا مبسوطين جدا بالزي بتاعنا وبطريقة غنانا للإنشاد الديني، واحنا بنستمتع بيهم، احنا بنستناه طبعا. بنقدم إن شاء الله النهاردة أسماء الله الحسنى، وهنقدم ميدلي أشرقت، وبنقدم أغنية قمر، وبنغني أغنية شمعتين للفنانة حورية حسن، وبقى من ألمع الأغاني إن شاء الله تستمتعوا بيها. إحنا مستمتعين بالشغل فيه قوي لأنه مهرجان روحي، يعني إحنا حتى لما بنيجي يعني نعمل الفقرة بتاعتنا لا إحنا بنقعد نسمع بقية الفقرات اللي جاية من برا. بصراحة الأستاذ انتصار عبد الفتاح عامل شغل كبير قوي، بيجمع مختلف الحضارات والثقافات. احنا بنتعرف على بلاد احنا عمرنا ما رحناها، بنتعرف على حضارتهم، بنتعرف على أفكارهم واحنا قاعدين في القاهرة. الحقيقة المهرجان ده مهرجان رائع جدا، مستو انه هو بيجمع دول كتير قوي وبنشوف ثقافات كتير قوي. انا بحرص ان انا احضره كل سنه علشان على الاقل اكون فاهم واكون شايف واكون سامع الثقافات اللي حواليا بتعمل ايه في الفن، ويعني في الذوق اللي انا بسمعه كل يوم بغض النظر عن اللي احنا بنسمعه كل يوم في مصر. انا بروح المهرجان ده من اكتر من 6 سنين، سواء كان في مناطق مختلفه زي بيت السناري الغوريه، بيبقى فيه اناشيد كتيره وبيبقى فيه حاجات كتيره جدا من بلاد مختلفه
وحاجات دينيه مختلفه، ففعلا ببقى حريص ان انا احضره كل سنه وبيبقى ممتع جدا يعني. المهرجان لسه مكمل لحد يوم 28 سبتمبر وفعالياته موجوده كل يوم، سواء هنا في بيت السناري وكمان في قبه الغوري ومسرح السور الشمالي بشارع المعز، فما تفوتوش الفرصه ولازم تيجوا وتنبسطوا باجواء مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحيه.